الدكتورة سيدة بوحولة رئيس الملتقى السابع لطب الشيخوخة بالقيروان. هو الملتقى طب الشيخوخة في دورته السابعة تحت إشراف جمعية رعاية المسنين بالقيروان، وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، كيف تحت إشراف إدارة الصحة العمومية بالقيروان. هو ملتقى سنوي نطرق الأهم يصير هو طب الشيخوخة بالأساس، أهم الأمراض والمستجدات في ميدان طب الشيخوخة. يكونوا المشاركين معنا هم الأطباء في القطاع العام والخاص من الخط الأول والثاني، كذلك الأطباء الشبان، باش نطرق الأهم المواضيع. السنة اخترنا بالأساس مالادي دالزايمر. علاش؟ على خاطر مازلنا كيحتفلنا باليوم العالمي للمالادي دالزايمر، باش نشوفوا المرض هذايا من جوانب الكل، التشخيص نتاعو الكلينيكي، التشخيص بالأشعة، كيفية العلاج، شنو هما المستجدات اللي نشوفوا فيها في العلاج. وخاصة حاجة سنة جديدة انه لا بلاس دي بلانت ميديسينال، هما الأعشاب، كيفاش نجمو نستعملوهم للمالادي دالزايمر، كيفاش نجمو نستعملوهم. كيف ما ننساوش الأمراض المزمنة اللي هما أمراض ضغط الدم، تخثر الدم والسكري، اللي هما يمثلوا أهم الأمراض المزمنة للمسنين. شنو هما لي نوفوتي فيهم، شنو هما لي نوفيل ريكومونداسيون باش نجمو نعالجو المسنين نتاعنا. هذوما لي كونفيرونس معناتها الندوات. عندنا زيد ورشات اللي هما 3 ورشات العشية، يكونوا الأطباء نتاعنا في حلقات صغيرة متوزعين على 3 ورشات، دونك يتناقشوا مع المحاضرين في حلقات مصغره. زيد المشاركين مش كان حضور كهو، باش يكونوا معنا افيك لا بارتيسيپاسيون، باش يشاركوا بالمعلقات العلميه نتاعهم، شنو المستجدات اللي عملوهم. ونقول لهم راه فما ابتي كادو يستنى فيكم، الاهم معلقه باش تكون مختاره من اللجنه اليوم ان شاء الله. الحياه فهم، الحياه فهم، زهره الحياه.